فيك دعاء. أخبارك إيه؟ انا اول واحدة دخلت. وانا من قبلك شفتي بقى. يلا على خير يا حبيبتي، ان شاء الله. ما دايما البنات ملتزمات يعني. مع اني بالدوام كيفك يا طلعت محمد؟ بريك. محمد ومحمد تجربة دكتورة. الله يعافيكم يا شباب. دكتورة، ايوه اتفضل. أنا محمد وردات. يا محمد ماشي. بدي أعتذر عن المحاضرة يا دكتورة لأني مداوم. طيب يا محمد ماشي اوكي. ماشي، مشكورة دكتورة. العفو العفو. دكتورة، ما حكيت لنا شو رأيك بالكويز اللي صار امبارح؟ والله انتوا اللي تقولوا لي رايكم، انتوا اللي امتحنتوا عملتوا فيه ايه؟ احنا كويس، بس دكتورة يعني المد مثلا راح يكون فيه رتن نفس الشيء، الرتن ما راح نلحق بصراحة. لا ما هو شوف انا هقول لك على حاجه، هو الصح الصح، بس كنا بنتكلم على الصح يعني ان يكون في فرايتي، في تنوع في الاسئله. قصة إنك تلحق وما تلحقش دي بقى إيه، بتعتمد على توزيعة أسئلة الامتحان بما يتناسب مع الوقت المخصص ليه. وطبعا اللي بيبقى دارس ومتمكن ما عندوش مشكلة في سؤال الإساي أو مفهوم الإساي يعني بالنسبة لكم إن يجاوب عليه، بالعكس بيكون واضح وصريح بالنسبة له. ما هي برضو ممكن تبقى أسئلة الامتحان من نمط واحد وبرضو ما تلحقوش، لأن في نوعية من الأسئلة حتى الـ MCQ محتاجة تفكير. بالضبط، بس يعني لما تكون يعني خلينا نحكي مالتيبل تشويس يعني بضل اسرع يعني. عرفتي دكتوره انه لا لا لما لا لا يكون لا لا رتب بالعكس بالعكس، ما دام فيها مشتتات محتاجة وقت انك انت تعرف الإجابة الصح بتفكيرك. فهي الفكرة انه في كل الأحوال توزيعة الأسئلة مع المدة الزمنية المحددة للامتحان. يعني مثلا فرضا انا جبت لك سؤال ديفاين، جدلا يعني جبت سؤال ديفاين ده ياخد قد ايه وقت؟ ياخد قد ايه وقت في كتاب الديفينيشن معين، سطرين 3 سطور ايا كان، ما ياخدش اكتر من دقيقتين، 3 دقائق لحد اقصى. وانتوا على كل الاحوال، انا مش بتكلم في مادتي بس، انا بتكلم في المجمل، على كل اللي منكم ربنا يكرمه عايز يكمل دراسات عليا، مش شرط ان هي تبقى نمط الاختبارات عنده والامتحانات عنده تبقى كلها MCQ، لا في اسئله بقى اوبن بوك زي ما بنقول. انت في حد ذاتك بتكون ريفرنس، هتاخد عليها امتى؟ هتاخد عليها امتى؟ غير لما تبقى من قبل انت مريت بالتجارب دي كلها. فدي الفكرة في انه تعودوا نفسيكوا في العموم على انواع مختلفة من الاسئلة، وازاي انك انت تحسن التعبير وتجاوب وتكتب وتحاول تقلل من الاخطاء الاملائية بقدر الامكان. الامور دي كلها ما بتجيش من يوم وليلة، بتيجي بالتعود يا شباب. هسا الأخطاء الإملائية بهاي الحالة بتتراعى، مظبوط ولا لا؟ والله على حسب، يعني انا ما اقدرش اقول لك يعني ايه بتتراعى. يعني مثلا ممكن يبقى في كلمه حرفين مكان بعض مثلا متلخبطين، لكن ما ينفعش ان انا اكتب كلمه 3 ارباعها مشوه. يعني مثلا ينفع الكلام ده؟ يرضي ربنا؟ لا هسه خليني احكي لك شغله يرضي دكتوره، ربنا، خلينا في المضمون.
هسا هو صح مزبوط حكيك 100%. هسا في منا ناس مجسرين وفي منا ناس قاطعين دراسة من 8-9 سنين. عارفة والله والله عارفة انت بتقصده، يعني ناس عدت عليها زمن عبال ما استأنفوا دراستهم فيه. بالضبط، يعني مثلا انا هيني راجع دراسة من بعد انقطاع 10 سنين يعني. ودي حاجة كويسة على فكرة، سنة ثانية وثالثة يعني. اكيد اللي رجعك بعد مدة معينة اكيد حافز قوي قوي، فده تستغله في انك انت لما ترجع ترجع بنفس القوة. بالعكس انا يعني الامتحان امبارح كان كويس ورجعنا. انا عارف، انا قصدي انه يبقى كويس على فكره، يعني قصدي في البدايه كده والله. خليني احكي لك شغله، مش كان يعني كويز ويعني المفروض انه يكون اموره سهله، بالعكس والله العظيم رجعنا الايام التوجيه وخلانا ندرس عليه والله الامتحان والامتحان. ما هو ده الهدف بيفضل يا محمد اللي معايا ولا مين؟ محمد بيفضل يا محمد طول عمرنا لغايه ما ربنا يعني يدينا من اجل والامتحان له هبته. شوف صحيح. لو خلصت ما بعد الدكتوراه برضه هتفضل فكره انك انت بتتعرض لتجربه الامتحان له هبته، لان ده في تحديد لمستوى. ما اعتقدش ابدا اي حد طبيعي بيحب ان يبقى مستواه مش ولا بد يعني. بالمقابل يعني انا بصراحه يعني انه الواحد كمان انه يعني الاهتمام بالموضوع الزياده كمان اعطانا حافز وخلانا ندرس، وحتى لو الواحد يعني لو ما زبط بالامتحان انه كمان بالمقابل انه حس انه هو اهتم بالموضوع. طبعا ما هو شوف، هي كانت تجربه ليها اكتر من هدف. اولها ان انتوا تبتدوا تعيشوا يعني فتره احماء، ورم اب زي ما بنقول، فتره احماء للاستعداد السريع للامتحان المد. تمام. ثانيا ان انتوا تبقوا خلاص تبتدوا تاخدوا على المادة، انا بذاكر الشابتر ده دلوقتي لما حاجة ادرسه بعدين الامتحان بعد كده هيبقى مش جديد عليا. ثالثا ودي نقطة مهمة جدا، ان كنتوا الامور الفنية بقى في الدخول لمنصة الاختبارات والباسورد والقصص اللي هي انتوا فاهمينها دي اللي هي محتاجة انقاذ واسعاف سريع تكونوا خدتوا عليها وعرفتوا ازاي تتصرفوا فيها مع الاختبارات اللي جاية بعد. متفقين ولا غير متفقين؟ متفقين ان شاء الله. وتكون توزيع العلامات انت يعني ان شاء الله ما راح تقصري معنا دكتورة، وتكون توزيع العلامات خلينا نحكي بشكل انت شايفيته انه بالناسب الجميع وإشي كويس ان شاء الله. والباقي طبعا شوفوا قصه توزيع العلامات هي مش بايدي والله، هي بتيجي ازاي؟ ان احنا بيجي لنا تعليمات تتوزع العلامات على النحو التالي 1-2-3 وانتم ملمين بيها. ثانيا ربنا ما بيضيعش ابدا تعب اي حد. يا رب الله المستعان. خلينا بقى عشان نبدأ المحاضرة نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي عن البيربوس من الثيرابيوتيك كوميونيكيشن اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده المحاضرة اللي فاتت، بس نفتكر مع بعض ان الايم او البيربوس من الثيرابيوتيك كوميونيكيشن زي ما اتفقنا التواصل بيني وبين المريض، بيمثل نقطة اتصال إنساني human contact. الهدف منه هو تحقيق الجول أو ما يعرف به common health related goal، أهداف صحية تخص المريض. الأهداف دي بتتحقق إزاي؟ من خلال participation، من خلال المشاركة. العلاقة اللي بيني وبين المريض قائمة على الشراكة، وده هنتكلم فيه في الموضوع اللي بعد جاي اللي جاي باستفاضه، قائمه على الشراكه. هنا فوكس دي ريليشن شيب، يعني هذه الريليشن شيب ليها ايه؟ ليها فوكس محدد هو مساعده المريض لتحقيق تلك الاهداف. ده اللي احنا قلناه من قبل. طيب الثيرابيوتيك كوميونيكيشن زي ما اتفقنا قلنا من خلالها بنحقق الايم اللي مرتبط بصحه المريض والوصول بالمريض للهيلث بروموشن والحاله من الويل بينج. ده بيتحقق ازاي؟ من خلال ان احنا بنساعد المريض كليرنر، بنساعد الكلاينت او البيشنت اللي بنتعامل معاه كليرنر. بيتعلم ايه؟ بيتعلم او ايه اللي بيستفيد منه؟ المعلومات عن الالنس، عن المرض، هاو تو كاب، ازاي يتكيف مع هذا المرض او هذه المحنه، حتى في المراحل الاخيره للمرض ازاي يتكيف مع تلك المعاناه. ازاي بقى نحقق كل هذه الاهداف؟ ده من خلال ايه؟ من خلال ان احنا دعم واعطاء المريض الطاقه، صح دكتوره؟ فهمه واعطاء المريض الطاقة للشفاء.
ايوه الله ينور عليك. بنشتغل على محورين مهمين قوي، محور فيهم له علاقه بالسيلف استيم، ازاي ننهض بيها تاني لانها اتاثرت بمشكله المرض والمحنه اللي بيمر بيها المريض، ومحور اخر على الاستفاده من الطاقه او من القوه اللي هي موجوده بشكل نقول ايه فطري ربنا خلقنا عليها، اللي هي بين قوسين القوه دي اللي هي بتعكس الرغبه في البقاء. كلنا عندنا تلك الرغبه، الرغبه في البقاء والتمسك بالحياه. دول محورين مهمين قوي بنشتغل عليهم. طيب في الهيلث كير سيتويشن الكوميونيكيشن جول دايركتد، خلاص ملامح الكوميونيكيشن ريليشن شيب بيني وبين المريض جول دايركتد موجهه لتحقيق الهدف اللي هو الكومن هيلث ريليتد جول. تايم ليميتد، محدده بعامل زمني او بوقت بدايه ونهايه. فوكسد، المحور عندنا هو المريض، client focused او client center، هذه العلاقه وكل التواصل اللي بيتم خلال علاقتي بالمريض المحور والشغل الشاغل على المريض باحتياجاته بمشكلاته باهتماماته لاخره، المريض فقط، المريض فقط. طيب الكوميونيكيشن اللي بتتم بيني وبين المريض بتمثل سيف بليس، هو جو امن، ظروف امنه، بيئه امنه، بيتحقق من خلالها ايه؟ احساس المريض بالامان، احساسه بالسيفتي فيلينج اللي هي بين قوسين تراست، احساسه بالامان يعني بالظبط. ده بيمثل احساسه بالامان، ظروف امنه زي ما اتفقنا، من خلالها بيقدر يعمل اكسبلوريشن، يكشف لنا عن مشكلته ومرضه وما يرتبط بيها. كمان من خلال الثيرابيوتيك كوميونيكيشن بيني وبين المريض بنقدر ان احنا نقدم له الدعم اللازم، هنا فكره الدعم بين قوسين متضمنه للانفورميشنال بلس الايموشنال سبورت، مش بس الدعم اللي هو بيجي في ذهننا الايموشنال او السايكولوجيكال سبورت اللي احنا نقعد نطمن المريض وعشان نقلل من حده القلق والمخاوف عنده، لا دعم معلوماتي كمان نزوده بمعلومه. المريض ممكن في لحظه يبقى قلقان لانه عنده جهل بشيء معين او عدم إلمام بشيء معين، لما بزوده بالمعلومه في هذا الاطار بيبتدي القلق اللي عنده ايه يقل واحده واحده. تمام. وبعدين قلنا بناخد بعين الاعتبار ان كل كوميونيكيشن او كونفرسيشن بيني وبين سين من المرضى بتختلف عن الاخر. ايه سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف النقاط التاليه، ان كل مريض له برسبكتيفز وسترينث، نقاط قوه ضعف وجهات نظر احتياجات سواء كانت فيزيكال او ايموشنال او ظروف بتختلف عن المريض الاخر. ways of relating، نمط من التواصل مع الاخر، مش كلنا بنتواصل بنفس الشكل، كل واحد فينا وعنده مهارات وقدرات لتواصل وتاسيس علاقه بتختلف، دي كلها ملكات على فكره او قدرات. السوشيال كالتشرال نورمز، الخلفيه الاجتماعيه والثقافيه طبعا بتختلف فيما بيننا، كلها عوامل لازم ناخدها بعين الاعتبار في وضع استراتيجيه للتواصل مع المريض، وده اللي بيخلي العلاقه بيني وبين سين من المرضى بتختلف عن صاد عن عين لاخره. لغايه دلوقتي ده كان كله استرجاع للي فات، في اي استفسار؟ طيب دلوقتي بنكمل النقطه الجديده اللي هنتكلم فيها، ايه هي الكاركترستكس اوف ثيرابيوتيك كوميونيكيشن، ايه بقى خواص التواصل العلاجي اللي بيني وبين المريض. كالتالي ثيرابيوتيك كوميونيكيشن، الايفكتيف ثيرابيوتيك كوميونيكيشن ويز كلاينت بيجن ويز اكتيف ليسننج، يبقى احنا هنا هنتكلم عن مهاره ايه؟ السمع. لا السمع الفعال. لا السمع مش سمع، امال يبقى فرق الايه؟ يعني الاستماع. الله ينور عليك. الاستماع او الاصغاء. ثانيه واحده بس يا شباب، يبقى هنا الليسننج بالعربي يا جماعه معناها الاصغاء او الانصات، تمام كده؟ يبقى مصطلح الليسننج هنا معناه ايه؟ الاصغاء او الانصات. في فرق بينه وبين السمع؟ في فرق بينه؟ نعم. ايه بقى؟ نعم في فرق. اللي هو إيه؟ ممكن الواحد يعني وهو نايم بسمع، ترى الانسان ممكن يسمع بس ما يكون مركز، الاصغاء استمع مع التركيز. تمام. في حد عنده اضافه اخرى او تفسير اخر؟
دكتور الإصغاء إنه بيكون أنت تسمع لشخص أنت كنت مناقشة بس هلأ صارت مثلاً دوره بالحكي. دكتورة بعد دكتورة يسمع بس إنه ما بس ما يسمع بس ما يحكي. طيب مين عنده بها ستي تفضلي بها. الإصغاء يعني نهايته في فيدباك بده يكون حلو تمام. اه طيب في حد تاني عنده اي تعليق اخر؟ طيب يبقى سريعا كده هنقدر نعرف الفرق. ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال لنا ايه؟ اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ما كان ممكن نستمع بس، يبقى في فرق بين السمع والإنصات. تمام كده. السمع ايه العضو المسؤول عن السمع؟ كلنا عارفين الأذن دي مهمتها. احنا ما دام ربنا سبحانه وتعالى نعم علينا بالقدرة على السمع، حاسة السمع عندنا شغالة كويس مش فاقدين بيها يعني، فبنسمع اي مثير او اي شيء بيحصل من حوالينا. تمام يعني انا وانا دلوقتي معاكم في والله صوت عربية برة من الشباك، في صوت حد بينادي على حد، اي صوت بيحصل او اي منبهات من حوالينا بتحصل احنا بنسمع لها، صح كده؟ صحيح. اما الليسنينج اللي هو اينا الاصغاء او الانصات، الانصات او الاصغاء بيشتمل على اكتر من خطوه، وده اللي جاي بقى. يبقى الاكتيف ليسنينج ريكوايرز نوت اونلي اكت اوف هيرينج. يبقى الانصات الناشط او الانصات الفاعل او الفعال هو بيشتمل على الهيرنج بس، مش الهيرنج بس، مش خطوه الهيرنج بس، مش ان احنا بنسمع بس، لا هنضيف ليها ايه بقى؟ هيرنج والسنسز. هو احنا بنسمع باكتر من حاسه ولا بحاسه واحده؟ احنا في العادي لما بنسمع بحاسه واحده ولا اكتر من حاسه؟ بحاسه واحده. ده وانت بتسمع اللي هو معناها ايه؟ نسايب ودانك، مش سادد ودانك، مخليها مفتوحة عشان تسمع وتأدي الايه؟ وتأدي دورها، تمام؟ او وظيفتها. لكن وانت listener، وانت منصت، انت هنا hearing with senses، يعني انت بتسمع باكتر من حاسة، اللي هي ايه بقى؟ ليست الاذن فقط، انت بتلاحظ. يبقى ده هنا مشغل مفعل حاسة الايه؟ الرؤية، مش كده؟ انت مشغل اكتر من حاسة. يبقى hearing with senses and active but also an active interpretation of what is heard. يبقى ايه اللي حصل هنا بقى؟ انك انت بترجم بتسمع معلوماتها، اللي انت ألميت بيه باكتر من حاسه، عملت له ايه؟ عملت له تفسير، عدى على الايه؟ على السي بي يو عندك، عملت له interpretation، فسرت، عدى على ذهنك. مش احنا عندنا ودنين احيانا لما نبقى حابين نطنش بنقول بنسمع من ودن بنخرج من الناحيه الثانيه؟ صح كده، ده التعبير المجازي يعني. لا انت هنا بقى ايه؟ مش بيدخل على الاذن بس، لا ده بيمر كمان على البرين عشان يعمل له تفسير. طيب وبعدين بعد كده ايه اللي بيحصل؟ فيدباك. يبقى interpretation of what is heard and provide feedback او feedback given to the client and often request for validation. يبقى اذا الاختلاف او اوجه الاختلاف بين الهيرينج والاكتيف ليسنينج، الهيرينج هير وذ سنس، بتسمع بتفعل حاسه واحده فقط او عضو واحد فقط. اما الليسنينج فانا عندي ثلاث خطوات. اول خطوه هيرينج وذ سنسز، يعني انت مشغل عينيك ومشغل اذنك، كل ما ملكت من قدرات مشغله ومفعله، وبعدين بتعمل انتربريتيشن للمسج اللي وصلت لك، وبعدين بتعطي الفيدباك. الفيدباك هنا اللي انت بتعطيها كليسنر بيزد على الايه؟ بيزد على الخطوتين اللي قبل، انك انت ألميت بالمسج كامله بلس عملت لها انتربريتيشن. مهمه الفيدباك ايه؟ انك لو فهمت صح بيبقى فيه عليها تأكيد، لو فهمت غلط وده بيحصل معانا كتير قوي بيبقى فيه حالة من الميس أندرستاندينج، مش كتير بنعاني من سوء الفهم؟ نعم. طيب مهمة الفيدباك هنا ايه؟ لو في سوء فهم يحصل له ايه؟ تصحيح. تمام؟ سريعا كده حد يقول لي ايه اللي وصل له من الفرق ما بين الهيرينج والليسنينج؟ مرحبا دكتورة، مجدي انا. اتفضل يا مجدي. هلا احنا يعني الليسنينج بشكل عام ممكن انه بنسمع، يعني انت شو بتحكي وانا بسمعك
وانتهى الموضوع. بالهيرينج تقصد؟ الهيرينج. الاكتيف ليسنينج هو بيحكي انا بسمع انت شو بتحكي بالضبط وبعطي فيدباك عليه، يعني التغذية الراجع عليه بانه انا بعرف شو انت حكيت كويس، ممكن اناقشك فيه ليش، لاني حللته بالبرين عندي. ايوه عملت له انتربريتيشن، فصلت. يس يس. يبقى هذا هو الفارق ما بين او اوجه الاختلاف ما بين الهيرينج فقط، ان كل اللي حوالينا اللي بنسمع له مشغلين فيه حاسه الاذن او حاسه السمع فقط، وبين الليسننج اللي هو احنا بنسمع بالحواس المختلفه، بنفسر الرساله اللي وصلت لنا كامله بشكل كامل، بلس انه بنعطي فيدباك اند اوفن فور اوفن ا ريكويست فور فاليديشن. الفيدباك هنا وارد ان يبقى محتاجة تتصحح، يبقى هنا في مجال دي التصحيح أو التأكيد. ده بالنسبة لي الـ definition of active listening. لسه في باك جراوند كمان عندنا تاني عن الـ listening كالتالي. Active listening is defined as participatory process. عملية قايمة على إيه؟ تشاركية. طيب مش كده؟ مش هو من الأول خالص الكوميونيكيشن هي عبارة عن زي ما قلنا interaction بين طرفين، بين sender وبين receiver، أو sender ومجموعة receivers، مش كده؟ صحيح. طيب حلو، هي interpersonal activity، نشاط بين مجموعة من الأشخاص. طيب يبقى النشاط ده أو interaction ده في نوع من المشاركة participation. ليه؟ لان مفيش حد سبيكر طول الوقت ومفيش حد لسنر طول الوقت. يعني انا دلوقتي وانا لسنر وانا في موضع ان انا لسنر، في شخص اخر انا بعمله لسن، اللي هو مين بقى؟ اللي هو السبيكر، مش كده؟ صحيح. تمام. طيب انا لما هزود السبيكر بالفيدباك هكون انا ايه؟ اللسنر. لا، لما اجي اعطي الفيدباك بقى هعكس. عكس، مش احنا اتفقنا ان الكوميونيكيشن الاسهم بتاعتها راحة جاية؟ السندر سندر ريسيفر وريسيفر ريسيفر سندر، فاكرين الكلام اللي قلناه في العناصر الكوميونيكيشن؟ صح. انا قلت السندر هو اللي بيبتدي المسج، بيكون هو ايه، مدام هو اللي انيشيت المسج بيكون هو السبيكر، والطرف الاخر بيكون ايه، الريسيفر او الديكودر. صح كده. المسج اللي استقبلها الريسيفر هيعطي بعديها ايه، بعد ما يعملها انتربريتيشن هيعطي فيدباك. هيبقى في الحاله دي ريسيفر بقى ايه؟ بقى سندر. سندر. واللي كان سندر هيبقى ريسيفر. نعكس بالظبط، بقى ريسيفر. يبقى انا عندي الانتر اكشن ده رايح جاي، بارتيسيبيشن. دي فكره الايه؟ ان إيه؟ عمليه الليسننج عمليه قائمه على المشاركه. In which the nurse listens not only for fact. احنا مش بس بننصت لوقائع. But also for underlying meaning of the communication. وكمان بننصت لإيه؟ مش في القيم والمواقف. حلو. واللي بالبلدي كده وبمنتهى البساطة بنقول عليه اللي بين السطور أو المضمون. لو حد فينا بيسمع بس هيبقى اللي وصل له الجزء اللفظي. لو بنسمع بس هيبقى وصل لك الإيه؟ الألفاظ والكلام اللي بيتقال، جزء الفيربال. تمام؟ لكن لو أنت لسن، انت فعلت اكتر من حاسة، انت وصل لك ايه مع تشغيل الذهن، انت وصل لك مضمون المسج اللي هو بين قوس اللي بنقول عليه بين قوسين اللي بين السطور. يبقى الليسنر هو مش بس، او اثناء عملية الليسننج احنا مش بس بننصت لفاكت، ولكن كمان للاندرلاينج مينينج، للمعنى اللي ايه اللي بين السطور، with attached value attitude and feeling. As such active listening is a dynamic. عملية فيها ايه؟ ديناميكية. فيها حركة، مش كده؟ وانا طول الوقت لسنر يا جماعة؟ لا. طبعا لا. لا. ما انا لما هبقى سبيكر هيبقى الاخر هو اللي لسنر. صح كده؟ فبالتالي هي عملية ديناميك، يعني تتسم بالحركة. انتراكتف. فيها تفاعل. بروسس. ان ويتش نفس الخطوات اللي احنا قلناها. ان ويتش اول خطوة عندي a nurse hears a client message. يبقى أول خطوة إيه؟ سمعنا المسج، خلاص؟ أو وصلت لنا المسج بتفعيلنا لكل الحواس اللي نمتلكها من سمع وملاحظة لآخره. والخطوة الثانية
ديكوت هي نفهم المعنى من اللي هو ده ديكوت اتس مين نستقبل المعنى. يبقى اذا احنا شفنا الاختلاف دلوقتي بين الهيرنج وبين الليسننج. الهيرنج واقفين بيه عند اول خط جزء من اول خطوه جزء من اول خط. يبقى الهيرنج بيمثل الفرق بين الهيرنج والليسننج ان الهيرنج جزء من اول خطوه من اول خطوه في الليسننج تمام. لكن استكمال خطوات الليسننج بعد hearing the client message تاني decodes its meaning and provide feedback to the client. regarding feedback دي بتعتمد على ايه بقى؟ regarding the nurse's understanding of the message. الفيدباك اللي انا ببعت بيها دي تعتبر رسالة اخرى بتعتمد على فهمي وتفسيري للمسج اللي انا تلقيتها. وضحت؟ وضحت. الactive listening means listening without making judgments. يبقى أنا علشان أنشغل بهذا الدور أو ألعب هذا الدور بصدق لازم أبعد. هذا يكون حكم صنع الحكم والقرارات. أبعد نفسي عن أي مشتتات تمام؟ أو أي شيء يشغلني ما أعملش judgment or letting your own perceptions serve as a barrier. يعني أبعد عن وجود أي معيقات أو موانع تأثر على قدرتي لي أن أكون active listener أو قدرتي العمل active listening to really hearing the client. هذا هو الفرق السريع بين العمليتين. The nurse should be sensitive to not only what was going was being said. لازم نكون sensitive يعني يكون عندنا بنقول common sensor عندنا common sense عفوا والسنسور عالي ومتفعل صح ان احنا نلقط مش بس اللي بيتقال. خدوا بالكم ان نكون عندنا السنسور عالي للي مش بس بيتقال ده كمان but also how ازاي بيتقال. يبقى انا لو بسمع بس يا جماعه يبقى انا وصلني اللي بيتقال صح كده الجزء الفيرب زي ما اتفقنا. طب لو انا listener يبقى أنا حيوصلني اللي بيتقال تمام اللي هو الجزء الفيربال بلس هو بيتقال إزاي الطريقة اللي بيتقال بيها بلس what is included from non-verbal تمام. يبقى أنا هنا لو أنا بفعل حاسة السمع بس هلقط الإشارات الغير لفظية؟ لا يبقى الإشارات الغير لفظية أو الجانب غير لفظي اللي هو المهم هلقطه ازاي؟ من تفعيلي لكل الحواس. عشان كده بقول لكم مش السمع بس مش عضو الاذن بس المسؤول عن السمع كمان الملاحظه بتعتمد على الايه؟ العين تمام؟ يبقى واحنا بنلعب دورنا كاكتف ليسنر بتكون حساسيتنا تجاه هذه الاشياء عاليه. المؤشر بتاعنا لحس او للالتقاط الجزء الفيربال what was being said ايه الكلام اللي بيتقال we and how وازاي ده بيتقال and what is included from non-verbal communication كل ده هنقدر ان احنا نلقطه واحنا او هنلم بيه واحنا active listener. non-verbal بقى سواء كان body posture gestures tears laughter facial expressions vocal tone صوت شكله كل non-verbal ده هنوصل له وهنلم بيه واحنا listener. That reinforce or contradict the verbal message. يبقى اللي بيسمع هو وصل له اللي بيسمع واللي بيعتمد على الهيرينج فقط هو وصل له الجزء الايه؟ الفيربال مش كده؟ وصل له الجزء الفيربال بس، اما listener ملم بايه؟ بالفيربال والنون فيربال. برافو عليك، ويبقى المسج كاملة ولا ناقصة؟ كاملة بتكون كاملة. لكن لو فيربال بس تبقى المسج وضعها بتكون ناقصة كثير ناقصة لأنه سمع الكلام بس الكلام. أنا ممكن أقول لكم وإحنا مش شايفين بعض دلوقتي علشان كده التواصل ما بيبقاش زي نفس قوة ونجاح لو الانتراكشن فيس تو فيس. ممكن أقول لكم أنا مبسوطة منكم جدا يا جماعة لأدائكم في كويز أمس. أنتوا إيه اللي وصل لكم؟ ايه اللي وصل لكم دلوقتي؟ تمام معلوماتنا كانت كتير عاليه. وصل لكم اللي انا قلته صح كده؟ طيب
طيب اللي انتم سمعتوه يعني انا قلته واللي انتم سمعتوه صح كده. طيب لو في فيس تو فيس انتر اكشن بيننا وانا بقول لكم وانا مبسوطه منكم جدا بس الفيشل اكسبريشن بتدي رساله تانية، يبقى في كونتراديكشن ولا لا؟ في كونتراديكشن، يبقى يتاخد بايه الكونتراديكشن اللي هو الفيس نون فيربال. يبقى ساعتها هيبقى في فرق بين الشخص اللي هير الدور وبيعمل هيرينج فقط وبين الشخص اللي بيعمل ايه صح كده؟ تمام. يبقى listener not the tone of voice. وإحنا بننصت يا جماعة إحنا مش بنسمع بس زي ما إحنا اتفقنا، لا إحنا بنلم بالمسج كاملة verbal و non-verbal، الجزء المعتمد على الألفاظ والكلمات وإزاي الكلام ده طالع، إزاي بيتم التعبير عنه، وال non-verbal كمان. مش بس كده، التون of voice، نبرة الصوت. تمام؟ نبرة الصوت بتدي مسج، بتوصل مسج. أنا صوتي عالي، صوتي واطي، بتكلم بالراحة، بتكلم بسرعة، الريت شكله إيه والفوليوم شكله إيه. البوست إن كونفرسيشن، الوقفة مهمة. أنا لو أنا مش واخدة بالي من الوقفة هيبقى كده مش فاهمة إن الشخص اللي قدامي، المتحدث اللي قدامي ده ناوي ينقل بعد الوقفة دي النقطة تانية أو الكلام في أوت لاين آخر. لكن لو أنا لسنر هبقى عارفة إن دي وقفة هيتبعها شيفت لنقطة أخرى أو توضيح لشيء ما. فإذا هنا سريعا كل اللي قلناه للحظة إن الفرق بين الهير إن إحنا بنفعل حاسة السمع فقط وأذن وعضو السمع اللي هو الأذن فقط. في الليسنينج إحنا بنفعل أو في أول خطوة بنفعل كل الحواس علشان توصل لنا المسج كاملة. المسج كاملة يعني إيه؟ يعني الفيربال والنون فيربال وأند هاو المانر، اللي الطريقة اللي باع بيها السبيكر المسج بتاعته. بلس ان احنا بنعمل انتربريتيشن للمسج اللي وصلتنا كامله، بلس بنعطي فيدباك. اي حد لدي اي استفسار يا شباب المستقبل؟ لا دكتوره. طيب نكمل. ايه هي الباريرز بقى؟ عوائق او معيقات. active listening عندنا اكتر من بارير، بما ان الموضوع بيعتمد على interaction بيني وبين المريض فممكن يبقى البارير. معلش في حد قال حاجه والصوت ما كانش مظبوط. العوائق ممكن تبقى مني، ممكن تبقى من المريض. barriers to active listening can result from either the nurse or the client. اول فاكتور عندي اللي هو ايه؟ البري اكيوبيشن. يعني ايه دكتور؟ هو الانشغال. تمام دكتور معلش، البارير ممكن يكون from nurse and client. يعني ممكن يكون من الكلاينت او من الطرف فيها، حد من المتسبب فيها، حد من الطرف فيها. الاول نقطه او اول بارير عندي اللي هو البري اكيوبيشن الانشغال. ممكن يبقى الانشغال عندي انا ابقى منشغله بايه، بقوم ببروسيجر معين او بادي بروسيجر معين، معتبره ان عمليه الليسننج شيء ثانوي، يعني الاولويه والاهميه دلوقتي للتكنيك او البروسيجر اللي انا بقوم بيه. تمام. ده نمط او احدى اشكال البري اكيبيشن بالنسبه للنرس. بالنسبه للكلاينت او البيشنت اللي انا بتعامل معاه ممكن يبقى ايه سبب انشغاله؟ كتير قوي، بيتالم، منشغل قلقان، على قلقان من مرضه، قلقان على عيلته، قلقان على شغله، قلقان على امور ماديه، قلقان من ان هو يتكلم، لسه ما فيش ثقه اتحققت بينه وبين النيرس. يعني ممكن يبقى في عده نماذج او عده اسباب للانشغال لدى الايه، لدى المريض. ده بالنسبه لي قضيه البري اكيوبيشن كعامل او كبارير بيؤثر بالسلب على الليسننج. بارير اخر عندي اللي هو البيرسونال انسكيورتي، اللي هو ايه بقى؟ الاحساس بعدم الامان. زي ايه اشهر هذه المشاعر او الاحاسيس؟ الانكزايتي. الانكزايتي تمام. ممكن برضو نفس القصه، احنا بشر، انا كان يوسف تفاعلي مع المريض وارد جدا لسبب او لاخر امر بحاله من الانكزايتي. وكمان الانكزايتي بقى لو وصلت لليفل عالي دي هتبقى يعني اكثر من المعتاد او اكثر من المستوى الطبيعي، هتبقى بارير لحاجات كتير قوي مش بس للليسننج يعني. تمام. مشكله، يعني مشكله محتاجه لانترفنشن.
ومشكلة عندي أنا، وبعد شوية هيتعدي مني المريض، هصدرها للمريض أو للناس اللي حواليا، صح كده؟ فإذا لازم نبقى فاهمين حالة. ممكن تفضل. أو ممكن توقف عملية الكوميونيكيشن كاملة، ممكن المريض يزعل بطل يحكي نهائيا يعني. هتأثر في الإجمال على البرفورمانس بالنسبة لي، هتأثر في الإجمال على البرفورمانس. إذا الـ insecurity الأشهر الـ personal insecurity حالة العدم أمان أو الإحساس بعدم الأمان اللي هي الـ anxiety سواء كانت لدي أو لدى المريض تمثل obstruction عائق. طيب عشان كده مطلوب مننا إيه بقى؟ عشان كده مطلوب مننا إن إحنا نبقى في حالة دائمة من أو نبقى بشكل دائم في حالة من الـ self-awareness، الوعي بالذات. حلو، نعي بإيه بقى؟ نعي كويس؟ أتفضل. الوعي الذاتي دكتورة يعني انه اتفضل يعني يكون بتعامل بصفته كممرض يعني as a professional. تمام حلو، يبقى معناها هستنبط من كلامك ان احنا نبقى aware وunderstand وcontrol للجوانب التالية اللي هو افكارنا ومشاعرنا وتصرفاتنا. مش انت بتتكلم ان احنا نتصرف بشكل البروفيشنال، يبقى دي تصرفات افعال سلوكيات، يبقى احنا فاهمين، يبقى احنا واعيين في حالة من الاويرنس سيلف اويرنس وسيلف اندرستاندينج اند سيلف كنترول لثلاث اشياء مهمين قوي، افكارنا ومشاعرنا وتصرفات ثوت وفيلينج وبيهيفير. يبقى كويس قوي، مهم قوي ان احنا نبقى عارفين الحالة اللي احنا عليها ايه واحنا بنتعامل معها. اما ابقى عارفه ان انا بعاني من الانكزايتي، طب انا عندي مشكله، يبقى انا ازاي فاقد الشيء لا يعطي، هقدر ازاي ان انا اساعد المريض وانا نفسي عندي مشكله؟ لا ده انا هبقى انا نفسي عندي من البارير اللي هيمنع هيأثر فيا ككيرر بالشكل السلبي، مش كده؟ صحيح. فلازم نبقى في حاله من السلف اويرنس، واعيين باي مشكله بنعاني منها، لان ده معناها ان احنا هنصدر المشكله دي سريعا للمريض للمريض وكده احنا مش هنقدر نساعده. بالعكس البيرسونال انسكيورتي كلاينت برضه نفس القصه، ممكن يبقى حاله الاحساس بعدم الامان لدى المريض هتبقى تمثل عائق، اللي منها الانكزايتي، يبقى في حاله من الخوف، حاله من الغضب، حاله من لوم الذات، مشاعر كتيره قوي بتمثل بين قوسين مشاعر سلبيه قد يتعرض لها المريض من آن لاخر او لسبب او لاخر. طيب بخلاف البيرسونال انسكيورتي، على فكره الجلسه قربت تخلص، وقت ما تخلص بكامل عددكم، لان انا ما حصلتش لسه الحضور كامل، بكامل عددكم لو سمحتوا هتدخلوا على لينك الجلسه الثانيه. خلاص سامعين يا شباب؟ كيف دكتوره؟ بصي الجلسه قربت تخلص، انتوا دلوقتي حاضر معايا 27 حد، انا لسه ما حصلتش الغياب كامل، فبكامل عددكم تدخلوا معايا على جلسه ثانيه من اللينك الثاني. خلاص اوكي اللينك الثاني. طيب عندي بارير اخر، ايه هو بقى البارير ده؟ بعنوان unusual speech pattern or behavior. نمط الكلام يعني الكلام، نمط الكلام. نمط الكلام، ماله نمط الكلام دكتورة؟ اذا كان الكلام بصوت عالي او واطي او يكون سريع بالكلام او يكون بطيء. ماشي تمام، يبقى الاول هنشوف على مستوى السرعة الوضع الطبيعي يكون ايه. الوضع الطبيعي يا جماعه احنا تلقائي يعني، ما بنبقاش الامور دي مرتبين لها قوي يعني، بس بشكل تلقائي بنلاقي ان الريت اثناء حواري مع الاخر او اثناء تواصلنا مع بعض الريت ما بيبقاش ثابت ولا الفوليوم، صح؟ يعني انا بلاقي نفسي عند موضع معين تلقائيا لقيت نفسي عليت صوتي وهديت الريت شويه، اما عادي صوتي عند اريا معينه او اوت لاين معين وهديت الريت شويه، ده معناها ايه؟ معناها الجزئيه دي ليها اهميه وقد تكون اول مره بتمر علينا، جديد علينا في الكلام. باجي في موضوع اخر بلاقي التون قل شويه، الصوت بقى ابطا والريت اسرع، لان دي ممكن تكون بمثابه مراجعه او مرت علينا النقطه دي من قبل، فمش محتاجه ان انا اعمل عليها ستريس. ده شيء تلقائي اللي بيحصل هنا بالطريقه دي، انه مفيش لا ريت ثابت ولا فوليوم ثابت، ده الوضع الطبيعي. اللي غير طبيعي اللي هو ايه؟ الانيوجوال، ان تلاقي حد طول الوقت بيتكلم بنفس الريت،
يا بسرعه قوي يا ببطء قوي، او طول الوقت بيتكلم بنفس الفوليوم او التون، يا عالي قوي يا واطي قوي. لو تخيلنا ان انا بتواصل مع حد في جلسه حواري معاه نص ساعه، هو بيتكلم بصوت عالي، ايه اللي هيحصل؟ هننزعج صح كده؟ طب لو حد بيتكلم زي اللي بيوشوش بصوت بطيء قوي، ايه اللي هيحصل؟ هننام، مش ممل. خلاص السيشن بتخلص، ادخلوا بقى ونكمل كلامنا من خلال الرابط التاني على الجلسه التانيه ان شاء الله.